بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم ورحب بكم أجمل ترحيب في هذه الأمسية التراثية المتميزة بانطلاقة واندفاعة أشواط سن اللقاية بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة المتواجدين على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. انطلاقة الشوط الرابع لفئة اللقاية القعدان ينطلق من مسافة 4 كيلومترات. نتابع هذه الأسماء والشعارات الكبيرة التي تنطلق باحثة عن الناموس وعن الانتصار في هذا المسار وبهذا التحدي الجميل. نبدأ مباشرة مع البداية ومع أول الأسماء. يتواجد أم سيان لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني حمد بن طالب بن عمارة المري في المتابعة والتضمير، بينما الكايد غير لهجر إنتاج أم الزبار وانتقل مباشرة إلى الصدارة بقيادة حمد بن سالم بن زهرة المري الذي يتابع الكايد الذي ينطلق مباشرة في مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني أتابع الشعارات المتواجدة والمنطلقة في هذا التحدي ومسار هذا الشوط. لهموم على المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني حمد بن طالب بن عمارة المري، يتابع الهموم الذي يتواجد في هذا الانطلاق وبهذا التميز والإبداع مع هذا الشعار المميز الذي يقدم لنا الأسماء المميزة في هذا العالم الساحر. نتابع المركز الثالث، هجن المرخية بدأت تتسلل بدورها إلى الصدارة بتواجد شاهين المنطلق المندفع في الصدارة والمنطلق مع أول راهي لهجن المرخية بمتابعة محمد بن حميد الوهيبي، يتابع الراهي الذي تسلل مباشرة إلى الصدارة. نتابع المركز الرابع القادم هنا لفان بهجن الشحانية قادم بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، يتابع ويراقب الموقف مع لفان الذي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس هنا يصل الكايد لهجن إنتاج أم الزبار بمتابعة حمد بن سالم بن زهرة المري، يتابع هذا التحدي بتواجد الكايد في دائرة النداء والإذاعة. هذه نتيجة مشاهدي الكرام مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى، أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذه الأسماء الكبيرة التي تزين أرضية ميدان الشحانية والتي نستمتع بها بهذه المنافسة المميزة في هذا العالم الساحر، في هذا العالم الكبير مع الشعارات الكبيرة والمؤسسات العملاقة التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة في هذه الأمسية التراثية الجميلة. نعود مباشرة مع البداية، نعود مع المقدمة الراهي مع الصدارة، تسلل وانطلق مباشرة بشعار هجر المرخية، يتقدم محمد بن حميد الوهيبي متابع للراهي على الصدارة وعلى المقدم مباشرة. يتقدم الراهي بينما الهموم غادم الهموم وحاضر ومتواجد شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني وحمد بن طالب بن عمارة المري، يتابع الهموم الذي تسلل إلى الصدارة مباشرة باحثا عن هذا الانتصار، باحثا عن هذا الناموس مع الهموم على الصدارة. بينما هنا لفان بدأ يتواجد في موقع التحدي والمنافسة بشعار هجن الشحانية الشعار الأدعم بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري الذي يقدم لنا نفان وقدم لنا الكثير من الأسماء الكبيرة المتواجدة في عالم السباقات الجيل العربية الأصيلة. نتابع المركز الثالث، وصل هنا بهذه اللحظات، وصل بهذه الانطلاقة راهي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني راشد بن سعيد بن العرج المري تابع لراهي على المركز الثالث. المركز الرابع وصل رعد لهجر إنتاج أم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري، يتابع انطلاقة رعد بين شعار هجر إنتاج أم الزبار. بينما المركز الخامس القادم هنا الزعيم لهجر الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، يتابع الزعيم. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس النجوم المتواجدة في هذا الصراع والنزاع من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. نتابع
مربع البداية وتحديات المقدمة. الهموم الهموم في مقدمة الشوط، في صدارة الشوط، بدأ ينفرد في أول المراكز بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، حمد بن طالب بن عمارة المري. يتابع الهموم، يتابع الهموم، يراقب الموقف باندفاعة الهموم. بدت الحركة، بدت الأوامر، ولكن هنا وصل راهي، راهي أيضا بنفس الشعار، شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني. وهنا انطلاقة راشد بن سعيد بالعرج المري، شعار الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، يحتكر المركز الأول والثاني في منافسة بين المضمرين حمد بن طالب بن عمارة المري وراشد بن سعيد بالعرج المري. شعار عين خالد هنا ينطلق مع الصدارة، ينطلق مع البداية، مع تحديات المقدمة. راهي والهموم، الهموم وراهي، ولكن راهي ينتزع الناموس. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني على فوز راهي وتحقيق الإنجاز، وتهانينا لراشد بن سعيد بصالح الجربوعي مري من تابع راهي محققا هذا الانتصار للمركز الثاني. الهموم أيضا بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني بمتابعة حمد بن طالب بن عمار المري المركز الثالث. المركز الثالث الخبير لهجن التاجم الزبار بمتابعة ناصر بن حمد بن مسفر الشواني. المركز الرابع، المركز الرابع وصل حايس لهجن الشحانية بمتابعة الشاب الجابر بن سالم بن فاران المري. المركز الخامس، المركز الخامس مستحيل لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا مشاهدي الكرام تابعنا المنافسة والتحدي في انطلاقة هذا الشوط، فكان راهي حاضرا متوجا بناموس هذا الشوط، مهديا السلامات الى عين خالد. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني. 5:57، اربعة اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن سعيد بالعرج المري من تابع راهي محققا هذا الانتصار. المركز الثاني للهموم 5:57، 36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني، وتهانينا لحمد بن طالب بن عمار المري على فوز الهموم في المركز الثاني. المركز الثالث وصل الخبير 5:59، 98 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن انتاج ام الزبار، وتهاني لناصر بن حمد بن مسفر الشواني من تابع الخبير حاصلا على